اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا. سبحانك ربنا وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا عزيز يا غفور. اللهم يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود يا غفور يا ودود. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
اللهم إنا نسألك الفوز بعد القضاء وبعد وبرد العيش بعد الموت يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعتقنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا العشر، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا العشر وتكتب لنا عظيم الثواب والأجر وتوفقنا لقيام ليلة القدر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما نصرت أولياءك يوم الفرقان يوم بدر يوم الفرقان فانصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعاف فقوهم وفقراء فأغنهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا جابر كسر المنكسرين. وكما فتحت على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب مغفرتك وأبواب خير الدنيا والآخرة. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. اللهم وفقهم إلى ما فيه خير البلاد والعباد وإلى ما فيه العز والنصر للإسلام والمسلمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم وفق رجال أمرنا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم سدد رميهم ورأيهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كف عنا حقد الحاقدين وحسد الحاسدين واجعل بلادنا آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم صل على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والمقام الأطهر. اللهم صل عليه وعلى الآل والصحب الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل وسلم تسليما كثيرا.